هنعمل مع بعض النهاردة صوص الليمون. صوص سهل جدا، احنا فاكرينه معقد وهنعمله ازاي؟ يلا مع بعض نعمله، وهيبقى دايما في تلاجتك تستخدميه في اي وقت. في بولة هنخلط كوبايتين سكر بودرة ومعاهم 4 معالق حليب وربع كوباية عصير ليمون مركز ونقطتين لون اصفر، وهنخلط كل ده مع بعض لحد ما السكر يدوب خالص. وبقى عندنا صوص الليمون جاهز. اعتقد مفيش اسهل من كده، انا عملتلك الصوص وانتي بداية حلوياتك. استخدميه مع التشيز كيك او مع الدونالد اللي تحبيه. احفظيه في وعاء محكم الغلق في التلاجة وهتلاقيه في اي وقت. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.